يعني عشنا ايام صعبه جدا. انا قعدت 4 سنين ما كنتش بشتغل خالص خالص. كان عندي جهاز بلاي ستيشن، انا لعيب بلاي ستيشن، فكنت اجيب صحابي في المكتب عندي ولاعبهم واكسبهم عشان يدفعوا حق الجيم. ابقى اكلمك بامانه، والله مش بكذب، والله ما بكذب، عشان اكون 5 6 جنيه نعرف نجيب بيهم اكل للولاد. والله العظيم، والله ما بكذب، والله ما بكذب. وعشنا كده ولغايه وهي عاشت معايا الايام دي. انا اصلا بطبعي ما بحبش اشتكي لحد، ده بطبعي، وهي نفس الطبع. لا لا، ما حدش بيدي لحد من غير طلب الا ربنا، ربنا بس اللي بيدي من غير طلب، اما بقيه الناس فبتحتاج الطلب، وانا ما بطلبش من حد الحمد لله. عذرا بس في الجمله اللي هو بعد او في الفتره بتاع العصيبه اللي حضرتك كنت بتعبر فيها عن حبك لزوجتك، كم البنات اللي بتقول يا رب زوج يصوني ويعني ويفضل على ذكرايا زي ما بيحصل مع سمسم شهاب. طب البنت اللي كتبت كده، هل هي ممكن تعمل مع زوجها اللي كانت مراتي بتعمله معاه؟ عشان كده بنتكلم عن ده، مهم يا جماعه. عملت ايه يعني؟ كل البنات اللي كتبوا كده يا رب يستر عرضهم ويكرمهم باللي احسن مني يا رب، يا رب ان شاء الله واشوفهم كلهم اسعد خلق الله. بس هل هي عندها العطاء اللي كانت زوجتي بتديهولي؟ انا زوجتي يعني عندها عطاء، لو انتوا شايفين ان انا كويس فانا بالنسبه لها ولا حاجه، هي اللي اديتهولي اكتر بكتير بكتير جدا. يعني انا دايما كنت احس اني مقصر، وسبحان الله يعني كان نفسي لما ربنا رضاني سبحانه وتعالى ان انا كان لينا حلم انا وهي كده، وكنت بسعى له وكانت خلاص قرب مني، يعني ان انا يعني طبعا لما ربنا كرمني بنيت عندي في العمارة عندي وقعدت ولادي معي، فكنت بقول لها بصي بقى سيبك بقى ايه من الحاجات دي، احنا ناخد لنا حتة فيلا ونقعد انا وانت في الجنينة، والعيال بقى ولاد ولادنا يجوا يقعدوا يلعبوا، ونقعد انا وانت مع بعضنا كده نجيب فطار ومش عارف ايه وحاجات كده، وناخد بعضنا نروح نحج بيت ربنا وحاجات، يعني كان لنا احلام كده يعني. ف الزمن ما قرتش يعني الحمد لله. هل طلبت منك تعتزل؟ انت بتقول ان هي واقف جنبك في بدايتك وكان خير السبب ليك وباعك كمان. انت قلت في العزه بتاع حنان ما كانتش حابه ان انت تكمل في مجال الفن، هل بسبب يعني السبب خصوصا ليه وضعيت في التواصل الفنان؟ لا، هي ما كانتش حابه لان هي شافت ان انا عنيد كتير. مش فكره بقى حرمانيه وفلوس حرام؟ لا، شوف انا دايما 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 يا استاذه سمر، الحرام والحلال اللي بيفتي فيه ويتكلم فيه رجال الدين. انا عن نفسي هتكلم عن نفسي، انا كاسامه انا بقدم كلمه كويسه، ولكن برضو رغم كل اللي انا بقدمه انا ان شاء الله بدعو ربنا سبحانه وتعالى ان انا هيجي علي وقتها بطل، هبعد خالص، طبيعي جدا سنه الحياه هبعد، بس احس ان انا قدمت اللي انا كنت عايز اقدمه. هي كانت عايزه انا ابعد عشان شايفه ان انا مصدوم في الوسط، شايفه اني مش واخد حق. قالت لي يعني ايه فيما معناه كفايه كده، انت قدمت اللي عليك وزياده، بس واضح ان ده مش مجالك. يعني ده كان نيتها، عايزه تريحني، شايفاني بجهد نفسي بعافر زي ما بيقولوا. فطب ليه تعافر؟ ما انت تقدر خلاص كفايه كده، ويعني واخرج من الوسط. يعني ده كان قصد يعني قصدها يعني الله يرحمه.